عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم لي غوفر كيكونوا عامرين بالشوكولا من الداخل، كيجيو غزالين. عندنا في المقادير 600 غرام ديال الطحين مع ربع معلقه صغيره ديال الملح. عندي 80 غرام ديال السكر بني، اللي ما عندهاش تقدر دير السكر العادي مع واحد سكر فاني. عندي معلقه كبيره عامره خماره حبيبات، 3 ديال البيضات. عندنا 250 غرام ديال الزبده تكون طريه. الحليب انا نسيتو، عندنا 180 مللتر ديال الحليب يكون دافي. هنايا عندي ما بين 100 حتى 150 غرام ديال السكر حبيبات بهذا الشكل. هذا كنخليوه حتى الاخير. الحاجه الاولى اللي غادي نديروها غادي نعدلو الشوكولا. انا غادي ندير نوتيلا، نتوما تقدروا ديروا اي نوع بغيتو. كندير واحد المعلقه كبيره كنحطها. انا راني محضره كميه، هنا غادي غير ندير معكم باش تشوفوا بهذا الشكل. وكنحلها شويه هكذا هكذا صافي، وكنخليها. كندير نفس الطريقه، كنزيد واحد اخرى، كندير هنايا، كنحاول نعطيها شكل دائري. كنديروها شويه غليظه، ما كنديروهاش رقيقه بهذا الشكل صافي. وكندخلوها للمجمد، ضروري خاصها تجمد صافي. وكندخلوها للمجمد حتى كتجمد، باش فاش ملي كنكونوا نديروها في نجبدوها باش نديروها في وسط العجينه ما كتبقاش هكا تلصقنا وتعذبنا. والحليب اللي قلت لكم صافي. بسم الله، فواحد في العجانه، انا غادي نستعمل العجانه ندير الطحين. اوبس، كندير السكر فاني. السكر ديالنا، الخماره صافي. وغادي نخلط الكل، من بعد غادي نضيف هذا البيض، غادي نخلطو في الاول ونضيفو مزيان حتى كيدخل في العجينه. من بعد كنضيف 180 مللتر ديال الحليب اللي كيكون دافي. فاش كتعجننا العجينه في الاخير كاع كنضيفو هذه الزبده طريفات. انا غادي نخليكم على المراحل كما العاده. هنايا السكر كما شفتوا معايا انا ما ضفتوش، غادي نخليوه حتى من بعد. هذا هو الخليط اللي كنتحصلوا عليه، كيكون بهذا الشكل صافي. انا غادي نزل كاع هاد الجوانب بهذا الشكل، غادي نغطي العجينه ديالي وغادي ندخلها للثلاجه لمده ديال جوج سوايع. هنا العجين ديالي بعد ما فاتس عليه جوج سوايع في الثلاجه كما قلت لكم كيكون بهذا الشكل. هو اختامر. غادي نضيف هاد السكر حبيبات وكندخلو مزيان في وسط العجين. هنا انا بديت كندير في لي كوفر ديالي، ها هما. انا درت العجينه على شكل كويرات صغيورين، الشوكولا اللي كنا درنا في الكونجيلاتور. اللي ما عندهاش تقدر دير غير الشوكولا العاديه تقطعها طريفات، او تشري الشوكولا طريفات واجدين. انا ما كانش عندي، ديت غير الشوكولا عاديه وقطعتها. الماشينه ديال الكوفر كنديروها تسخن صافي. كناخذ واحد الكره من العجين، كنحاول نحلها بيدي، كندير لها الشوكولا في الوسط وكنرجع نغطي بواحد الكره واحده اخرى بهذا الشكل.
كنغطي مزيان باش ما كتخرجليش الشوكولا ملي كتكون في الآلة بهذا الشكل. ها هو صافي، غادي نحطها نزيد معكم وحده واحده اخرى. كنديروه فتحوا العجينه ديالنا، كنديروا هذيك النوتيلا اللي كنا درناها في الكونجيلاتور وكنسدو بواحد اخرى بهذا الشكل. نبلعو مزيان باش ما كتخرجناش الشوكولا بهذا الشكل صافي. وغادي نديرها في الاله. الاله حنا دهنينها بالزيت، نحضروا النوع الثاني. غادي ندهن الاله بالزيت، ما نكثروش غير شويه. كنشد واحد الكره من العجين هنا كما شفتوا معايا، انا راني دايره الطحين في الاخر في البلاطو، كنديرو بحال هكدا كنغطيو بطرف اخر، كنغطيو مزيان باش ما كتحناش ما كتخرجش الشوكولا. كنحطوها في الاله، نزيد معكم وحده. يعني عندكم الاختيار، تقدروا ديروا اما الشوكولا هكا اما ديروا الشوكولا ديال الدهن نوتيلا او اي نوع كتفضلوه صافي. وغادي نغطي عليها ونخليها حتى يطيبو. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي كوفر ديالنا. كما شفتوا معايا وصفه سهله وبسيطه، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. ودائما كنقول لكم كونوا في الموعد. مع السلامه.